هذا ويعمل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ضمن أسس ومعايير علمية في مواجهة الفيروس، من ضمنها العزل بمركز إبراهيم خليل كانو. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. جهود كبيرة ومستمرة يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا في التعامل مع الحالات المصابة، منها العزل، حيث ترافقكم كاميرا مركز الأخبار في هذه التغطية الحصرية لمتابعة سير العمل في مركز إبراهيم خليل كانو للعزل. تنطلق الكفاءات الوطنية للمتابعة المستمرة للمصابين بالفيروس عبر مبنى منفصل استعدادا لمباشرة العناية بالحالات المصابة. مدخل الأطباء غير عن مدخل المرضى، ندخل من مدخل منفصل، نوصل فوق ناخذ قوائم المرضى، يكون اوريدي في دكتور موجود اصلا من الليله السابقه كان مغطي طول الليل، فاحنا نستلم عن الحالات مره ثانيه من الصبح، نشوف اي اذا كان في اي ابديت عن المرضى ونتابعهم، نتابع تحاليلهم، نتابع المرضى الصبح كل يوم نشوفهم نفحصهم نتابع التحاليل مالهم. الحمد لله رب العالمين معظم المرضى حالتهم مستقره. جاهزية عالية يعمل بها مركز إبراهيم خليل كانو في التعامل مع الحالات المصابة وفق المعايير الدولية المعتمدة تشهدها جنبات منطقة عزل المصابين بالفيروس. بالنسبة لعدد المرضى الموجودين، احنا نتكلم من مركز إبراهيم خليل كانو اللي خصص لعزل الحالات المؤكدة. في الوقت الحالي عندنا 32 حالة موجودين في هذا المركز. معظم هذه الحالات ليس لديها أي أعراض، ما عدا حالتين عندها ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وألم في الحلق وكحة، بس هذين حالتين بس من 32 حالة. ولا حالة من الموجودين في مركز إبراهيم خليل كانو هم وضعوا على المضادات اللي تشتغل على الفيروسات، لأن حالتهم مستقرة وما يحتاجون. وإن شاء الله بالنسبة للإجراء المتبع على أساس نخطط من راح يسرح من راح يرجع إلى المنزل إن شاء الله، إحنا نتابع هذه الحالات حسب البروتوكولات الموصى بها في مثل هذه الحالات. بالنسبة إلى الطاقم الطبي والتمريض الموجودين في إبراهيم خليل كانو، فإحنا عندنا أطباء من قسم الباطنية هم اللي يتابعون حالة المريض، وعندنا من قسم الأطفال إذا احتاجنا عندنا طفل ممكن يكون مصاب. هذه الطواقم الطبية والتمريضية موجودة، هي مدربة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والحالات المؤكدة، وتم تدريبهم على أصول ومبادئ اللي تتماشى مع منظمة الصحة العالمية. احنا نسوي راوند يومي صباحي نلف على المرضى، نطمن طبعا هل في أي عوارض جديدة في المريض، إذا في مرضى عندهم سخونة هل هم على مضادات حيوية أو لا. عزم متجدد وروح واحدة يعمل بها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا في مضاعفة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع. عمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.